احنا لا يخفاكم انه الان يعني عملنا بتكامل حقيقه الظروف مع الوزارات فروع الوزارات الاخرى في المنطقه الشرقيه، وزاره الصحه والامانات و الغرفه التجاريه وكافه القطاعات على اساس لا يسقط احد او يسهم عن احد، انه عملنا على عمليه تقليص التكدس في المساكن مساكن العمالة ونقلناهم إلى بعض المدارس، وأيضا حرصنا أن يكون هناك داخل المدارس تنظيم من خلال فرق تطوعية، أيضا من خلال برضه مكاتب توعية الجاليات لإيصال الرسالة لهم لحثهم على التدابير الاحترازية، لأنه خاصة موضوع التباعد استخدام الأشياء الوقائية من المعقمات وما يتبعها، فحرصنا أنه فعلا يكون في هناك رسالة اللي نلاحظه واللي نحتاجه الآن أنه كل تضافر الجهود، لأنه لا زال حقيقة في بعض الممارسات التي للأسف أنها كان يعني الآن إحنا في حي الأثير وهذا بسبب هذا يعني يجب أن إحنا الآن نستفيد من ما تم في حي الأثير من يعني للأسف سلبيات يجب أن إحنا نتحاشاها ونستفيد منها في تلافيها في الأحياء الأخرى.